أحبتي بكل خير، حياكم الله. حلقة خاصة عن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان وخاصة العربية منها، وأهمية هذا التبادل والمنفعة على ميزانية الدولة وعلى المواطن. هذه التفاصيل حتكون حوار منقطع ما بين شركات أجنبية وشركات عراقية وما بين المستثمر العراقي. نريد نعرف المستثمر العراقي كيف حاله، شنو اللي يواجهه، المخاطر الموجودة، هل المخاطر ما زالت على رقبة السيد المستثمر أم هنالك توجيه بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمر العراقي، وهل المستثمر العراقي محمي أم هو في خطر؟ في حلقة خاصة من برنامج مع الناس، تابعوا. مشاهدين حياكم الله، بعد أن أعطينا عنوان هذه الحلقة وهو يمس البلدان العربية تحديداً، خاصة بوجود تعاون مشترك واضح بين البلدان خاصة فيما يخص الملف التجاري والاستثماري، حتى نكون بالصورة وحتى نأخذ المعلومة من أصحاب الخبرة وأصحاب الاختصاص، ينضم إلينا الأستاذ حسن الحربي أحد المستثمرين السعوديين. حياك الله أستاذ حسن في برنامج مع الناس في قناة الفلوجة. أستاذ حسن، نتحدث عن أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية، ما الذي ينفع هذه البلدان، وجود العرب فيما بينهم، هذا التبادل وهذا التلاقح التجاري والاستثماري بماذا ينفع البلدان والمجتمعات؟ أول شيء أرحب فيكم، حياك الجناح السعودي مع الغداد الدولي دورته 47، حياك الله. التبادل التجاري بين البلدان يخلق العديد من الفرص التي تكون متوافرة لدى البلاد الأخرى، مثلا بعض البلدان يكون لديها المواد الأولية ولكن لا يوجد لديها صناعة، طيب فيكون هناك تبادل يعني تجاري يعني بين البلدان بناء على صناعة، على توريد المواد الأولية، على توريد المنتجات، على توريد المنتج التام. فاحنا بالمعرض ذا، معرض بغداد الدولي، تم عقد العديد من الاتفاقيات استيراد وتصدير. استيراد وتصدير. نعم. احنا موردين للعراق السوق العراقية، مصدرين السوق العراقية من 15 سنة. ولكن استفدنا الآن بهذا المعرض لقاء بشركة، عدة شركات من الشركة العراقية، تم توقيع مذكرة تفاهم معهم على توفير منتج كنا نستورده من الخارج، بعض الدول خارج المنطقة. هذه تكون على أساس الموارد أو المواد الأولية الموجودة في البلدان. نعم. يعني زيادة المواد الأولية في هذه البلد ترفع من صادراته، ترفع من قيمته. نعم، توفر المواد الأولية والقدرة التصنيعية وكذلك محافظة على البيئة من ناحية استغلال المواد التي نستطيع تدويرها مثل البلاستيك، لا الحصر يعني مثل البلاستيك، إطارات السيارات، المطاط، هذه كلها صناعات يعني يعاد تدويرها صديقة للبيئة. طيب اليوم أنتم كشركة متخصصة بالبلاستيك، نعم. هل هنالك خطة للسعودية كدولة باستفادة من البلاستيك المستعمل، تدويره، عدم استهلاكه ضمن المحروقات، ضمن رميه في البحار أو الأنهر، مثل ما موجود في بعض البلدان المتخلفة اللي فيها يعني هذه كمية النفايات الغير نافعة، السعودية استفادت من هذه النفايات البلاستيكية؟ نعم، عند العديد من البرامج تدوير يعني المخلفات القابلة للتدوير وفق شروط معينة. طيب مثلا عندنا لنا تجربة بحكم شركتنا التصنيع، نعيد تدوير بعض المواد ولكن توضع يعني منتجات خاصة بالحيوانات، ليست يعني خاصة بالمياه او الغذاء، فممكن استفاد فيها بعدة مجالات. طيب اليوم المجتمع، هذا المجتمع للبلد المنتج والمصدر، الفائدة المالية هل تعود للمواطن؟ يعني هل يلتمسها المواطن أم لا يشعر بها؟ طبعا السعودية من رؤيتها 2030 زيادة الصادرات الغير نفطية، برنامج تم البدء به
ان شاء الله نحقق بعض الاهداف، ما زال يعني بالطريق طويل يعني تحقيق ان شاء الله الاهداف المتبقيه. فالصادرات غير مفضيه يعني، او الصادرات بشكل عام تنعكس على المواطن ناحيه زياده المبيعات والتبادل التجاري، خلق المزيد من الفرص الوظيفيه للمواطنين. يعني افهم من كلامك ان السعوديه لم تعتمد كدولة كإنتاج ريعي على النفط فقط، بل اعتمدت على صناعات أخرى وإنتاجات أخرى. نعم، هذا توجه بدأت فيه السعودية الآن، وتواجدنا بهذه المعارض وزيادة الصادرات الغير نفطية لجميع دول العالم. طيب اليوم هذا التبادل التجاري ووجود العقول العربية بين البلدان يحتاج إلى تسهيلات من قبل الحكومات؟ أكيد بالطبع، أي توسع الأفاق يعني والابتكار يواجه بعض الصعوبات يعني لابد، ولكن وجدت يعني بعض الجهات تدير الصعوبات داخليا وكذلك خارجيا، مثل الصادرات السعودية الآن تعاون يعني تحت مظلة يعني اتصال مباشر مع عديد من الجهات، تسهيل وصول الأسواق، تسهيل وصول المنتج السعودي لجميع أسواق العالم. شكرا جزيلا الأستاذ حسن الحربي، جزيل الشكر. حوارنا مستمر أحبتي المشاهدين، وهذا الحوار الخاص بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدان. أهلا بكم. يا المشاهدين حياكم الله، ما زلنا نتحدث عن أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية، خاصة مع وجود دول شقيقة مهمة جدا محاذية للعراق، ووجود العراق أيضا بقوته التجارية وبموارده الكبيرة. نتحدث عن كيف يجتمع العرب تحت مظلة تجارية واستثمارية واحدة، حتى نكون بالصورة ونتحدث مع أصحاب الاختصاص يكون لنا الحوار أيضا مستمر. نرحب بالاستاذ. اهلا وسهلا، حياك الله. انت حسن؟ علاء حسن. مصري الجنسيه؟ مصري الجنسيه، مقيم في المملكه العربيه السعوديه. مقيم في المملكه العربيه السعوديه، حياك الله. استاذ علاء، نتحدث اليوم عن اذا اتحدت القوى التجاريه والاستثماريه العربيه بمظله واحده، بماذا سينفح العرب؟ هو اكيد بالمبدا الاتحاد قوه، لو اتحد الاعضاء تكون القوه ضربه لاستطاعه الوقف التحديات الخارجيه للدول. مبدئيا شركاتنا تخصص انتاج العوازن الحراريه. طيب انتاج العوازن الحراريه مورد رئيسي في المشاريع الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه، سواء كانت مشاريع وزاره الاسكان او وزاره التربيه والتعليم او مشاريع اكاديميه الترفيه او مشاريع الملك سلمان للطاقه حفظه الله، مش فقط داخل المملكه العربيه السعوديه، لنا عده تجارب مع دوله المملكه العربيه المتحده، مع دوله الكويت، مع دوله البحرين، مع سلطنه عمان، ومع دوله اليمن الشقيقه. اتفاقيات عقود موقعين؟ اتفاقيات عقود طويله الامد قصيره؟ بنوري العازل الحراري المشاريع القوميه، مشاركين احنا في بعض المشاريع القوميه لبعض البلدان العربيه. طيب، وبنأمل ان احنا يكون لنا حصه ومشاركه في السوق العراقي. تمام. ومن خلال مشاركتنا في المعرض ومناقشتنا مع بعض المستشارين والمهندسين ومكاتب التطوير العقاري، ومع مقارنتنا ببعض المنتجات القادمه من بعض البلدان الغير عربيه للسوق العراقي، الحمد لله المنتج السعودي اثبت كفاءته واثبت جودته. وبالتجربه بالفعل احنا اقمنا بعض التجارب هنا داخل المعرض مع بعض الاصناف اللي بتشتغل في العزل الحراري، ومقارنتها بالمنتج القادم من ايران ومن داخل العراق وما بحدد اسماء مناطق ومن تركيا. بفضل الله كان بشهاده الاستشاريين والمهندسين ان المنتج السعودي افضل واحسن جوده. طيب اليوم يعني التبادل التجاري يحتاج الى تسهيلات، من يحتاج الى تسهيلات؟ من الطرفين، يعني من الطرف الداخلي الالماني الطرف العراقي في المقام الاول. طيب، يعني امس كان في ورشه عمل بخصوص نقل المنتجات من داخل السعوديه لداخل العراق. طيب، فكان شويه تكلفه الدخول زياده بالنسبه لنا احنا كمصنع محتاجين بضاعتنا توصل داخل العراق، تكلفه الشحن تقريبا 3000 دولار. وانا اشوف ان التكلفه عاليه، لان في النهايه انا التكلفه بحملها على المستهلك داخل دوله العراق. مع بقيه البلدان كم التكلفه تكون؟ اقل، من خلال المستشارين اللي تحدثنا معهم
التجاري والاستثماري بين البلدان، يشغل ايدي عامله ايضا، اكو منفعه للعمال للطبقه العامله ام لا؟ اكيد طبعا هيفتح سوق عمل. فكره العزل الحراري بالنسبه لسوق العراق فكره جديده. منطقه العراق درجه الحراره فيها اشبه بالمنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه مكان وجود مصنعنا، وبالتالي الاجواء مشتركه. الحكومه السعوديه او الجهات المعنيه في الحكومه السعوديه فرضت على المواطنين استخدام العزل الحراري لانه بيوفر حراره بنسبه لا تقل عن 40% ل 50%، بالاضافه انه مقاوم للحريق. كان في تجربه سابقه عندكم من عده شهور، قاعه الافراح اللي تم حرقها، لان قاعه الافراح مستخدم فيها العزل الحراري بشكل مثالي وكانت وصلت الى النتائج الكارثيه في مصر. يعني اليوم تحدث انت تتحدث عن حادثه الحمدانيه. نعم. حفل زفاف الحمدانيه. يعني تتحدث عن سوء المواد العازله. هو لو مستخدم المواد العازله، انا على سبيل المثال ممكن اولا حضرتك اللي هو السندويتش بانل غير نسميه؟ نعم شوف تفضل جيب تحني يا فتح. هذه الماده بغض النظر عن الاسم عشان حضرتك محتاج احنا بس نقدر نفتحها لو لا؟ نعم نقدر. خلينا نفتح نموذج هاي، خلي هاي نموذج. نعم. هاي مادة عازلة هذه. مادة عازلة من الاكسترود الاكس بي اس، مستخدم مصنع بمادة الفيلمنتر. طيب. مادة بتاعت مقاومة للحريق. أحد الاستشاريين قال لي هذه مقاومة للحريق، قلت له نعم، أنت بنجرب. جاب ولاعة، قلت له معاك ولاعة، ممكن أنت تقدر بنفسك. جيبوا لنا ولاعة، جداح الريد ذاك. زين. وتولع بيها وشوفها بتحترق ولا لا تحترق. خلينا نشوفه من الأستاذ، تفضل. تفضل. استخدم. يلا تسوي تجربه. هذا اللي هو فكره السندويتش بانل، هو اللي بس تعرف السندويتش بانل؟ معروف السندويتش هذا، لا هذه مختلفه. ها مختلفه؟ هذه اللي تصير بداخلها ولا لا؟ هذه عزل جدار مثل اللي امامك كده بالظبط، المفروض ان في جدار من خرسانه او جدار اسمنتي. اها هسه نصور، اقعد صوروها بالهاي. يعني نسوي تيست هسه؟ سوي. هي هسه احترق؟ لا تحترق يعني تسوي نار، انت كمل. اي يعني قصدك النار تتوقف، هذه تتآكل فقط لكن لا تحترق. اي فعلا لا تصور صح طريق. صح يعني قصدك انه ما تتفاعل. نعم هذه الصفحه على سبيل المثال مقارنه بالاصناف اللي تيجي من خارج العراق لا تحترق، سريعه الاشتعال. سريعه الاشتعال، هذه زي ما حضرتك شفت كده تتآكل وتتمدد لكن لا تسوي لها تطفئ مباشره. انا شفتها. نعم. تطفئ مباشره. نعم. يعني ما تتفاعل وتاخذ مساحه سريعه. هذا تحدث انت عنه، يعني انا فهمت القصد اللي تقصده بحادثه حفل زفاف الحمدانيه، انه هذه المواد لو مستخدمه ما تفاعلت الحريق، ما امتد الحريق. هذه مسموح به بالسعوديه البناء؟ نعم. البناء؟ نعم حضرتك هذه هيئه الصادرات، هيئه المقاييس الفنيه ساسو، هيئه المواصفات والمقاييس الفنيه السعوديه معتمد هذا الصنف، هذا صنف اهم اعتمادي. زين انت تتحدث عن انه هذه المواد ما تكون جدار رئيسي، تكون عازله ما بين البناء. عازله اصلا. انا فهمتك. هذه ما تستخدم بناء قاعده. تستخدم عازل. يعني ما بين الخرسانات. نعم. شكرا جزيلا استاذ علاء حسن جزيل، شكرا لك ونتمنى لكم موفقيه. واهلا بكم في العراق وفي داركم. حياكم الله. احبتي المشاهدين حوارنا مستمر، وهذا الحوار الخاص بالأشقاء العرب في بغداد. حياكم الله. أحبتي المشاهدين أهلا بكم، حوارنا مستمر عن الحديث المهم بين البلدان العربية، وهذا التخطيط الواضح خاصة مع وجود العراق في هذه الساحة التجارية والاستثمارية. نرحب بالمستثمر العراقي الأستاذ أمير المسوي. حياك الله أستاذ أمير، وأهلا بك في برنامج مع الناس. أستاذ أمير، أتحدث عن كونكم تعملون في الإسمنت، في مجال الإسمنت، أهمية أن يكون لكم خطوط مفتوحة مع بلدان الجوار، وأهمية أن يكون هناك رعاية حكومية أو تكون هناك تسهيلات حكومية. أنت كمستثمر ما الذي تحتاجه حتى تنفع البلد وتعيد موارد مالية للبلد؟ بداية الاستثمار حتى يتكون كل اطر الاستثمار يحتاج الى عده مقومات. طيب احنا بالعراق حقيقه عندنا مرات كفاءات بالبلد لكن تنقصنا تمويل خارجي بسبب الظروف.
نحتاج الى حتى الاستثمار يكون متكامل ما بين انه والاستثمار شنو مثلا اللي نصنع مشروع، مشروع يحتاج ايادي عامله. العراق الحمد لله والشكر متوفره بايادي عامله. طيب يحتاج كفاءات، بالعراق يحتاج كفاءات، ولكن التطور الموجود بالعالم، العراق يعني حسب الحروب اللي مضت عليها سابقا ما واكب التطور التكنولوجي الحديث اللي موجود. طيب فبريد نستثمر اليوم في إنتاج السمنت والتطور اللي سبقنا العالم به، احنا نحتاج الى خبرات عالمية خارجية تدخل معنا لغرض تكوين بيئة استثمارية حديثة. احنا في مجال السمنت تعرف احنا لغاية 2003 بالصبور العراق يمرد بمعامل متهالكة. طيب كل معامل الاسمنت هي انتاجها ما بين الخمسينات والسبعينات، فترة الحرب العراقية الإيرانية، فترة يعني آخر معمل بالعراق منشئ سنة 85. طيب لغاية 2003 لا يوجد معمل جديد. بعد 2003 الظروف اللي مرت في العراق، أول معمل نقول بالقطاع الخاص انتج بعد 2003 هو سنة 2013. هاي الفترة اللي ذكرت لك إياها الزمنية فترة العالم شهد بها تطور مجال الاسمنت، يعني تطور انتاج مثلا الاسمنت من العملية الجافة العملية الرطبة إلى العملية الجافة، فرق التكنولوجيا بالعملية هاي تحتاج كلها علما إلى تكنولوجيا خارجية مقلها. فالمستثمر العراقي من يجي يستثمر لازم يلجأ إلى تعاون مع أيادي خارجية لغرض. احنا حقيقة اليوم الحكومة العراقية مثلا تبعت تجربة الاسمنت أنشأت الصندوق العراقي والمجلس العراقي ومجلس السعودي، هذا مثلا أنتج حقيقة تبادل بين المجلس العراقي السعودي بين تجار عراقيين وتجار سعوديين. طيب. رعاية الحكومة العراقية أنشأت شراكات حقيقية، من ضمن هذه الشراكات احنا انتجنا اول حقيقة شراكة بين شركة عراقية وشركة سعودية في مجال الاسمنت. في اي سنة؟ احنا وقعنا اتفاقية حوالي قبل 3 اشهر اول اتفاقية بين شركة عراقية وشركة. نقدر نعرف سعودية. الكمية؟ احنا الان عندنا معمل انتاج معامل او تصدير؟ لا لا انتاج معمل، انتاج معمل في العراق. طيب. شاء معمل بالعراق الان شاء معمل بكمية تقريبا مليون طن سنويا. طيب وقعنا الاتفاقيه وكانت اتفاقيه مع شركه اجنبيه ان شاء الله الان باشرنا بالعمل العراقيه قد التسهيلات كامله. طيب اليوم دخول هذا المشروع راح يوفر فرص ايدي عامله. استاذ امير اليوم هاي اتفاقيه بناء معمل سمنت بخبرات وايدي سعوديه نقدر نقول سعوديه وعراقيه. جيد، منفعتها للشعب العراقي شنو؟ أنا اليوم أريد ألزم منفعة من هذا التبادل التجاري. أولاً إحنا أول منفعة راح تكون هناك أموال تدخل إلى البلد وهذا طيب. منفعة كبرى للبلد. اثنين هذا المشروع راح يشغل أكثر من 500 أيدي عاملة عراقية. طيب. في هذه المنطقة طبعاً هي منفعة. دال ما أني مثلاً طبعاً مناسب. دال ما أني مثلاً إذا ما أوصل للتكنولوجيا الحديثة بالاستثمار راح أضطر إلى أنا شنو أستورد السمنت من الخارج. إذا أستورد السمنت من برا كم أموال راح تخرج؟ كم بطالة حتكون عندنا موجودة؟ بس الآن بالاستثمار ونقل تكنولوجيا حديثة اليوم أنا حتى أنافس الإسمنت المستورد لازم أنا عندي إنتاج تكنولوجيا حديثة. اليوم معاملنا اللي موجودة بالعراق معامل قديمة تحتاج إلى كلف عالية لإنتاج الطن. طيب. لذلك نشاهد أنه مثلا طن الإسمنت اللي ينتج بالعراق بدون تكنولوجيا حديثة هو أغلى من المستورد، وذلك يكون المستورد والمسيطر. طيب أستاذ أمير اليوم أنت كمستثمر عراقي ما الذي تحتاجه من الحكومة اللي يتحدث أصحاب القرار إليك ولكل المستثمرين؟ إحنا نحتاج من الحكومة مو فقط إصدار قرار في تسهيل وإنما متابعة تنفيذ القرار. واقعا إحنا كمستثمرين نعاني من مشكلة كبيرة إنه القرار يصدر وتنفيذه يعطل حتى وإن كان من دولة رئيس وزراء. من دولة رئيس وزراء يصدر القرار وما ينفذ البعض ما ينفذه، ولكن التنفيذ نعاني إنه التنفيذ يخضع إلى اجتهادات موظفين كبير فوق القرار. اجتهادات ولكن القرار من يفسر القرار بما صدر
خلاص يصير هذه تفسيرات بعد القرار. التفسيرات الاجتهادات تقتل القرار. يعني قصدي هو ليس بنص قراني، هو قرار يسمح لكم او لا يسمح او كذا. يسمح او لا يسمح، ولكن مفسر تفسير القرار وتنفيذ القرار. يعني معناها انت تتحدث عن لابد من مكتب دولة رئيس وزراء ان يضع لجنة اشخاص بتنفيذ او متابعة القرار. هذا القرار، لان التنفيذ انا بالنسبة لتنفيذ القرار هو اهم من اصدار القرار. تمام. هناك فرق حقيقة، هناك المشكلة انه ليس من دولة رئيس وزراء فقط، حتى من الجهات المرتبطة. احنا بالعراق حقيقة لا نفرق ما بين القرار والقانون. طبعا هنا مشكلة كبيرة. القانون هو مجلس تشريعي، والقرار يصدر من الوزارة أو من الوزارة. هناك كثير من القرارات لا أقدر أن أذكرها لك لحظة تصدر باجتهادات المسؤول. حطمت الاستثمار، حطمت الاستثمار وحطمت وأصبحت بيئة طاردة للاستثمار بسبب هذه القرارات. طاردة جدا للاستثمار. قرارات تصدر وهي تعارض القانون. تعارض القانون هنا المشكلة. تعارض هذه طامة كبرى. القرار لا يعارض القانون جدا، تعارض القانون. والمشكلة أنه القرار يصدر، يعني من أنا لا ماذا أتكلم عن جهة، القرار يصدر بدون علم ودراية في تبعات تنفيذه. تحتاجون إلى رعاية قانونية، رعاية بالقرارات، متابعة بالقرارات. أنا سمعت في الآونة الأخيرة أنه دولة رئيس الوزراء بيعمل أنه هناك اجتماع أشبه بالمجلس التقطع الخاص. ضروري جدا هذا الموضوع وكلش مهم، ولكن أنا أتمنى من دولة رئيس الوزراء أن يختار الناس اللي حقيقة هي بالقطاع الخاص. تمام. وليس أنه مثلا شخص ما عنده، عفوا مع احترامي لكل الأشخاص، يعني ما عنده دراية في مجال، ولا ندخل الأحزاب في هذه القضية بغض النظر. ما أدخل لك. شكرا جزيلا أستاذ أمير المسوي، جزيل الشكر. أحبتي مشاهدين، حوارنا مستمر، لكن ما اتضح أنه المستثمر العراقي أيضا لديه معاناة حال المواطن العراقي. هذه المعاناة تكمن بتنفيذ القرارات العليا ومتابعة القوانين الثابتة التي شرعت تحت مجلس النواب أو حتى في قرارات مجلس قيادة الثورة ضمن القوانين الثابتة اللي أتيحت للمستثمر العراقي خطوات ثابتة ومهمة، وهنالك إجراءات تتبع من يعارض هذه القوانين. فليتحدث بها السيد المستثمر، يتحدث عن أهمية متابعة القوانين والقرارات التي تخدم المستثمر العراقي. حوارنا مستمر وحديثنا عن المستثمر وعن التجارة. بعد الفاصل نكمل الحوار، حياكم الله. حياكم الله أحبتي المشاهدين، أهلا بكم. عدنا من الفاصل بعد أن تحدثنا مع الشركات الأجنبية والعراقية عن أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان وخاصة العربية. ينضم إلينا بهذا الحوار المهم المستثمر العراقي الأستاذ علي فهد التميمي. حياك الله أستاذ علي، وأهلا بك في برنامج مع الناس. حياك الله أستاذ علي. نتحدث عن أهمية التبادل التجاري وأهمية وجود هذا الزخم الكبير من البلدان العربية في العراق، هذا مهم جدا أم يحتاج إلى سياسة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم العراق تدري اليوم أرض خصبة للبناء وللإعمار وللاستثمار، وأرض خصبة أيضا للاستيرادات بكل أنواعها. فتشوف الشركات العربية والعالمية كلها داخلة للعراق وكلها تريد تشتغل بالعراق بعد أن توفر الأمن. تعرف جنابك 2007 2008 2009 كان ما حد يقدر يجي للعراق، يعني أيام صعبة ذيكي، واستقر الوضع بالعراق. وراها 2014 أيضا انتكاسة ثانية، كانت انتكاسة أمنية نعتبرها. اليوم العراق بيئة آمنة،
والبيئة الآمنة هي تستقطب رؤوس الأموال وتستقطب الشركات. طيب سؤالي هذا يعني يدر على الدولة وميزانية الدولة أموال جيدة عندما يكون أكو وجود تبادل تجاري بين البلدان؟ بالتأكيد. أول شيء ممكن نستورد كميات الآن كبيرة جدا كل المواد الغذائية ولا الإنشائية ولا غيرها، بس بنفس الوقت إذا لاحظ الخط البياني مال بالنسبة للمواد الإنشائية بدأ عندنا تصنيع أو بدأ عندنا شغل، أكيد الدولة لما تشوف أكو اكتفاء بهذا المجال راح توقف استيراده، وتصير بعدة مجالات مثل بالإسمنت بالشيش هذا يتوقف الدولة استيراده لأن عندنا مثل اكتفاء به. حتى بالمواد الغذائية نفس الشيء، زراعة الدواجن اللحوم كذا، لما يصير اكتفاء ذاتي الدولة توقف الاستيراد لأن تعتمد على الصناعة مالتنا وعلى الانتاج مالنا المحلي. ممكن هذا التبادل التجاري لما أنا عندي بضاعة أدزها وأستورد، أول شيء أسوي يعني شلون معادلة وتوازن، وبنفس الوقت أكيد لا هنا بالاستيرادات الهواية البلد يخسر هواية أموال. بالاستيرادات يخسر. بالاستيرادات طبعاً يخسر هواية أموال. طيب العراق يعني يحتاج إلى استثمار أم يحتاج إلى تصدير؟ شنو اللي ينقذ العراق بهذا الملف؟ والله اليوم البلد خطواته جدا يعني سليمة وصحيحة، يعني احنا نباوع على الشركات الأجنبية من تدخل ممكن تاخذ من عندنا فلوس وده تسوي لنا بناء، بس احنا نحتاجها لأن احنا نحتاج تكنولوجيا تدخل عندنا، نحتاج معلومات خبرة، ممكن مهندس عراقي جدا ذكي وسبع وشجاع، بس يحتاج التطور هذا اللي احنا تأخرنا عنه كذا سنة، نحتاج شلون نرجع ناخذ معلومات عنه ونرجع نشتغل عليه. اليوم اكو مكائن ومعدات احنا ما شايفيها ولا سامعين بيها دخلت للبلد وقرينا عنها واستوردناها، فشي جديد ويحقق يعني بالنسبة لنا للعمل يحقق لنا مردود مالي كبير وسرعة بالعمل بالوقت. أكيد اليوم أنت تحتاج العالم كله والعالم أيضا يحتاجك. طيب نتحدث عن المستثمر العراقي، أولا كيف حال المستثمر العراقي؟ والله المستثمر الحقيقي جيد جدا، لأن أكو اليوم مشاريع هواية انمخذت تحت اسم المستثمر بس هم ما لهم علاقة بالمستثمر، تحت مسميات كثيرة، بس نرجع نقول كاستثمار البلد خطواته جدا صحيحة. قانون الاستثمار ممكن يراد لبعض التعديلات، لأن تدرين احنا اليوم حديثين على قانون الاستثمار من سنة 2006 2010 و11 يلا بدأ يشوف النور، هسه ذا تباوع ببغداد وبالمحافظات يعني خلينا نقول 90% من المشاريع هي مو مشاريع حكومية، مشاريع استثمارية. طيب اليوم نسمع بعض المستثمرين يتحدثون عن نقاط سلبية على هيئة الاستثمار، خاصة فيما يخص تسهيلاتهم، فيما يخص عملهم، فيما يخص وجود أسماء مستثمرين بارزين في العراق يأخذون كل شيء. هذا الموضوع شنو تأثيراته على بقية المستثمرين؟ وهل هذا الأمر صحيح أم لا؟ احنا قلت لك يعني أنه أكو ناس يأخذون المشاريع، مشاريع القوية أيضا هي تحت مسميات معينة، بس مشاريع ده تنطرح هواية ممكن أي مستثمر يحصل فرصة استثمارية بس أكون ينجح بيها. هنا أنا أكيد هيئة الاستثمار ولا الدولة راح تقدم له
يعني بالفرصة الثانية راح تكون داعمة لأكثر، لأن هي أكيد تبحث عن المستثمر الناجح والمقاول الناجح. طيب اليوم نتحدث عن مستثمرين يتحدثون عن ابتزاز، يتحدثون عن تهديدات بالقتل، يتحدثون عن وضع غير مريح في العراق. احنا ما نتحدث عن هذه السنوات أو هذه الأيام، نتحدث عن مجمل المراحل من 2003 إلى هذا اليوم. هذا يضع المستثمر في خطر حقيقي أم لا؟ هي بالتأكيد احنا مرينا بهيج مرحلة، بس احنا ما قفلنا بابنا وانهزمنا بفضل الله، احنا صمدنا وكان نفس القوات الأمنية ويانا، لأن كانوا تتحدث عن تجربتك. بالضبط. تمررت بتجربة أنا أذكر. بالضبط. شنو هي التجربة أستاذ علي بي اختصار؟ يعني اعتداء من أحد الفصائل علينا، صار على المشروع مالنا على مول زيونه، وصار بي خسائر. بس أنا شفت خسائر شنو؟ مالية؟ مادية ومالية أكيد. بس أنا شفت ناسنا حقيقة كلهم كانوا إلى جانبي. طيب. مو إلى جانب المعتدي باعتبار هو أول شيء هو مخرب، لأن هو مشروع هذا يعني مهم بالنسبة للدولة والبغداد والرصافة خاصة. المهم المعتدي أخذ جزاء العادل. والغاية الغاية من الاعتداء أستاذ علي. الغاية. من أكيد الابتزاز. أكيد الابتزاز. طلبوا منك فلوس؟ يعني أكيد هو لعديش صارت المشكلة يعني صار طلب فلوس. المهم بالنتيجة إحنا الله سبحانه وتعالى ويا الحق، وناسنا حقيقة القوات الأمنية كانوا نفسهم وياي، يعني حقيقة كان دعم لهم متميز وياي. طيب أستاذ علي، تحدث اليوم عن هذه المراحل القادمة للحكومة الحالية، تتحدث عن أهمية دخول المستثمر الأجنبي. هل المستثمر العراقي عاجز على أن يطور، عاجز على أن يعمل، لو هي ضرورة ملحة أن يدخل المستثمر الأجنبي؟ والله المستثمر العراقي جاي يبدع، عندنا هواية شركات أبدعت مشاريع حقيقة حلوة ورصينة، بس يبقى المستثمر الأجنبي إذا دخل ما بيضرر، بالعكس فائدة، لأن أنا اليوم أريد أتعلم منه، أريد أتعلم منه ممكن شو يستخدم من مواد أولية، شلون طريقته بالبناء العمود اللي احنا نفتقر إليه، سابقا نفتقر إلى حاليا لا عندنا بأبطال صاروا بي، والمعدات المستخدمة بالبناء. قلت لك احنا متأخرين كنا عن العالم، فماكو ضرر أبدا دخول المستثمر الأجنبي، لأن أنا أخذ منا المعلومة وأخذ منا التكنولوجيا الحديثة. طيب فيما يخص التعامل المصرفي أو التعامل مع البنك العراقي والمستثمر العراقي، شو اللي يحتاج اليوم المستثمر من الجانب المالي أو القروض أو غيرها، شو يحتاج؟ أكيد يحتاج مثلا قروض، يحتاج تسهيلات مصرفية، يعني أكو مصارف تتعاون أو أكو مصارف أكيد يعني لازمين الروتين والنظام والقانون، ويعني هذا بيه هواية تعقيدات، بس أكو مصارف يعني دي يتعاونون ويا المستثمر. عندما تدخل بمشروع أي مكان يعني تكره العمل إذا وصلت المعرقلات إلى حد كبير، أي المواقع، أي الوزارات اللي تعرقل، يعني مؤسسة تعرقل شيء يعرقل عملك؟ كل الوزارات كل المؤسسات تلقى هاي النماذج اللي عرقلك واللي خربط عليك، وتلقى الحر الشريف اللي بوده يعني فد مثال بسيط، مهندس بالكهرباء. طيب. الكهرباء شلعوا قلبي بشكل، يعني مهندس شاب بالكهرباء يحكي ويا المدير ماله، هاي عليها الله سبحانه وتعالى الكلام. قال الأستاذ لو المنطقة تقطعها علينا أنطي كهرباء، هذا المشروع يعني عملاق ويطلع بغداد بغير صورة، جانب الرصافة ما بيه شي مشروع. أحكي لك سنة 2015 هذا راد يدعم بدون عرف ولا شايفه سابقا، بدي يحكي ويا المدير ماله وأنا واقف دسر، قال هذا مشروع يعني مشروع عملاق، والله لو تقطعها من علينا، هو من نهل زيون أيضا،
لو تقطعها من البيوت وهذا المشروع لا تأخر الكهرباء مالته. إن كانوا فعلا مأخريني إلى أن المحافظ علي التميمي خلف الله عليه وعليك لازم أذكره بهيج مكان، الرجل كان بيها محافظ بغداد، هو يعني تابع بقوة ويا كهرباء بغداد، والحمد لله والشكر أنجز الكهرباء أنجز. لو كان حديث مباشر جنابك ودولة رئيس الوزراء، ملف الاستثمار ترميه بعاتق منه، من تقول له خليه يلزم ملف الاستثمار، مو شخص، مؤسسة، من المؤسسة المفروض أنه تكون بيدها زمام أمور كل شيء يخص الاستثمار؟ اليوم هيئة الاستثمار ما مقصرة بهذا الموضوع، يعني متابعة ويدققون على الشركة اللي يعطوها المشروع. طيب. وحقيقة ما يحتاج لها إلى قرارات من مكتب رئيس الوزراء؟ لا، ده يتدخل بها مكتب رئيس الوزراء. شلون يتدخل بها؟ طيب. احنا عندنا الفرصة الاستثمارية اليوم شوية هاي بيها بعض سووها بزمن الكاظمي، يعني بها بعض الظلم. يعني أنا اليوم أجي أحصل على المشروع وأصرف عليه وأتعب وثلاث سنين وأربع سنين يلا يشوف النور، وإذا من يوصل لمنح الإجازة الاستثمارية يحولوه للمنافسة، يعرضوه كمشروع استثماري وأي شركة يعجبها تقدم، ويجون شركات كلهم يقدمون. يعني كل من يريد يحصل هاي الفرصة الاستثمارية، أو أدخل أنا اللي تعبت وصرفت آلاف الدولارات وآلاف الدنانير ملايين الدنانير والتعب والإرهاق مال ثلاث سنين أربع سنين، أجي حالي حال شركات البقية أدخل وأنافس، وإذا عندهم علاقات ممكن يأخذوه، ممكن يكونون أقوى مني ويأخذوه. الأحزاب؟ الأحزاب؟ مؤثرة الأحزاب بالاستثمار؟ أكو مفصل بالعراق ما مأثرة بي، يعني الأحزاب كلها مأثرة علي. زين، اليوم نتحدث عن يعني مرحلة جديدة لبناء، لمرحلة تطوير، لمرحلة إنجاز ملفات يعني موجودة ومخطط لها من رئيس الوزراء. هذه الملفات تكتمل بمن؟ تكتمل بوجود خطوط عريضة للاستثمار أم تأخير هذا العمل؟ يعني يتحمل التأخير مرحلة أخرى أم الأمر لا يتحمل بعد نتأخر؟ أكو أولويات بالبلد، معيشي، اقتصادي، غيره، تتحمل تأجيل الملف الاستثماري لو لا هذه المرحلة هي مرحلة الاستثمار، مرحلة العمل؟ البلد غني. طيب. أبداً ماكو ضرر أنه فيما يخص المواطن يمشي إجراءاته من قبل الدولة، وما يخص الاستثمار والبناء والإعمار ده يمشي من قبل المستثمر. اليوم المشاريع الاستثمارية الدولة ما جاي توضع بها مبالغ ضخمة، بالعكس توجه الدولة اليوم ده يكون ضمن المشاريع الخدمية، البنى التحتية، التبليط، الخطوط السريعة، المجاري، تأهيل المناطق العشوائية، مناطق اليوم تحية إجلال وإكبار للسيد السوداني، رجل محترم، أنا يعني عندي معرفة بسيطة به من خلال كان هو بوزارة العمل وزايرني هنا للمول، رجل محترم وشجاع أنا أعتبره جدا، بهاي الظروف ده يحقق مناطق عشوائية هواية اليوم تباوع بيها، صار بيها تبليط ومجاري، و هذا جهود متميزة أنا أعتبرها. خطة الاستثمار تحدث أم دائما يصير نفس التدوير بالأفكار وبالخطط الاستثمارية بالعراق؟ لا، هي أنت اليوم مشاريع الصناعية قبل ما حد يقدم عليها، لأن الدولة ما تطي بيها نفس، سياسة الدولة مفروض على البلد من برا ما نعرف. اليوم الدولة المشاريع الصناعية بدأت تدعمها وبدأت تشتغل، يعني بدأت ترجع للحياة، وهاي الخطوة جدا مهمة، يعني مثل ما المشروع السكني مهم، مشروع الصناعي مهم، اليوم يشغل لي آلاف وملايين الشباب، هاي الشهادات اللي واقفين على الشارع يأخذون بس مظاهرات ولقطات بالتليفون،
هذول يروح يشوف بعد فرصته بالعمل، بعد ما اسمح له يطلع مظاهرة إذا أكو عني عندي فرص مال عمل. هاي مهمة جدا الدولة تأخذها على عاتقها، وهي أنا أشوفها الآن بدأ هذا التحرك نحو المشاريع الصناعية. طيب أستاذ علي، اليوم في الدول الأجنبية عندما يكون هنالك مشاريع لشركات أجنبية في داخل بلدانهم، يتم وضع استراتيجية للأيدي العاملة بنسبة مئوية محددة. العراق ملتزم بهذه النسبة بدخول الأجانب وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، أم هناك تجاوز على الأيدي العاملة المحلية؟ والله إحنا عندنا بالقانون يعني إذا تحتاج الأيدي العاملة فنسبة 25% أو 30% تدخل أجانب، تدخل أيدي عاملة شلون اللي لها اختصاص، يعني مثل اختصاص أنت ما توفره ببلدك تجيبه من برا، ممكن هيك. احنا الحقيقة بالمشاريع هسه الخدمية والترفيهية مثل نجيب العامل الأجنبي للتنظيف، العامل العراقي ما يشتغل تنظيف، يعني هاي مستحيل يشتغل التنظيف العامل العراقي. شوف هسه بالسيارة مال لابس الكمامة ولا ومستحي وكذا، بينما هي فد شغلانة احسها شغلة شريفة ومحترمة يعني، بس هو ما يتقبلها كشاب ما يتقبلها. وأكو مثلا يعني لحام مثلا تحت الماء مثلا، يجوز ما عندنا هذا الاختصاص، أنا ممكن أجيبه من برا، أجيب هيك اختصاص، هذا مسموح لي. أستاذ علي، اليوم وفق رؤيتك اليوم ممكن أنه تبنى بغداد جديدة مثل ما صارت بمصر الجديدة، تكون أكو مدينة أخرى من الأساس يكون لها عمل، يعني يكون عمل كبير جدا. تمام. اليوم مشروع البسماية حقيقة اللي بالبداية مالته ما شاف ذاك الدعم القوي والترحيب، اليوم مشروع البسماية تدري بالواسطة يلا تقدر تحصل الشقة مالته. اليوم مشروع البسماية والسيد السوداني مقبل على الجواهري، مشاريع اكو اثنين هسه ببغداد، الجواهري اللي بابو غريب، واعتقد مشروع ثاني هم دا يفكرون يحيلوا يمكن بالتاجي او بغير مكان ايضا عملاق. هاي تعتبرها استراتيجيه كذا الف وحده سكنيه، تعتبرها طبعاً استراتيجيه طبعا. هذن المناطق السكنيه الجديده اللي بيها نص مليون وحده سكنيه، يعني هاي راح احسبها انت على خمس نفرات الوحده السكنيه، رفعت من كاهل بغداد اكيد، فتحت بغداد صح. وبنفس الوقت يأهلون الخط اللي يسمونه الحلقي أعتقد هيك اسمه، بادي بعمل وخطوط السريعة هاي من تنفتح ببغداد أكيد راح يكون يعني وحدات سكنية تتوزع وتكون بعيدة. المستثمر العراقي على مسؤوليته وعلى عاتقه أنه يتعاون أو ويدعم المستثمر الأجنبي، يكون له عونا؟ يعني بعد أنا اليوم ممكن أحتاج في المستشفى مثلا 400 سرير بها تقنيات كذا، اليوم أنا أكيد أطلب لي فد شركة أجنبية منفذة هيك عمل تدخلها وياي شراكة أنجز العمل، ورا هذا بعد أنا ما أحتاج هالشركة الأجنبية، ممكن أنفذ مشروع واثنين وثلاثة، أخذ الخبرة إذا أنا كسبتها يعني صح. ممكن أتعلمها بالكتاب وباليوتيوب، بس لا، التطبيق شكل والتعليم شكل. الإرهاب أو الخطر العصابات على المستثمر، تشعرك بنهاية خلص كل أعمالك خطر الأمني؟ والله أنا ابن البلد، أنا فضل الله سبحانه وتعالى ما أملك جنسية غير العراقية، ولا أنا طلعت من بغداد تحت كل هاي الظروف اللي صارت من 90 ولحد الآن إحنا صامدين ببغداد، لأن أنا أعتبر أنا ابن البلد هنا، أنا ابن بغداد، ومن نموت أكو نجف قريبة نحصل بها مكان إن شاء الله. فأني كل الظروف اللي تهددني أنا كعراقي أكيد ما أعير لها أي أهمية، وأكو مني الملايين
البلد هذا ولاد، البلد هذا بلد أبناء شجعان، تدري كل العصور اللي مرت علينا إحنا العراق تلقاه واقف شارك. يعني أنت عكست مقولة المال المستثمر جبان، يعني واجهتها بالشجاعة أنه تواجه. طبعا جبان على شيء، خاف يروحا يعني، خاف مثلا لو يضربوني بشيلة. صحة وعافية إن شاء الله، عافاك الله إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ علي فهد المستثمر العراقي، جزيل الشكر لك. الله يحفظ جميع العاملين في هذا الوطن العزيز، وإن شاء الله يكون هذا البلد بلد استثماري مهم جدا، ويغير بوصلة الاستثمار العربي في الاتحاد التجاري العربي. قوة عربية ثقيلة ممكن تواجه بها دول كبيرة وامبراطوريات عظيمة من التجارة، لكن اليوم نحتاج هذه كلها تحتاج إلى تفاهمات وخطط وسياسات متحدة مع بعضها، حتى يكون هذه القوة التجارية والاستثمارية العربية مهمة في الوطن العربي تحديدا. أحبتي المشاهدين، كانت هذه حلقتنا الخاصة بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدان. حياكم الله، نلتقيكم بحلقة أخرى، في أمان الله.